ليحمل لنا في طياته. هذه أي الأسماء وهذه الشعارات العملاقة في انطلاقتها، والشوط التاسع الخاص بالإبكار لإذاع المحليات الأصايل التي تنطلق حاملة كذلك تحديات ناموسي هذا الشوط. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى وننطلق مع هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة، تتقدم على المركز الأول وتقود مساري هذا الشوط. هذه جبارة، جبار جبارة تتقدم المشاركات وتقود مساري هذا الشوط. هذه جبارة تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان، يضمرها أحمد بن حميد أو حمد بن حميد ليديلي، يقودها في التضمير. بينما المركز الثاني تتقدم فيه لسمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان، ويضمرها الصادق بن فضل الأمين واسمها جنى. جنى تتقدم على المركز الثاني. بينما أشوف المركز الثالث، وهذه اللي تتقدم على ثالث المراكز، تقدمت على المركز الثالث ووصلت هنا الشاهينية، تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمرها حمد بن خميس الغويص. بينما المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، على المركز الرابع وهذه حدود من هجن العاصفة، على المركز الرابع والمركز الخامس تتقدم فيه نية تاتي في هذه اللحظات على المركز الخامس والمركز السادس، تتقدم فيه لحظة على المركز ولا غنايم، هناك رقم أربعة، نعم غنايم من هجن العاصفة يتقدم بقيادة غياث الهلالي، يقودهن في التضمير. بينما المركز السابع، سابع المراكز، هذه تواجدت في الكايدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سيف بن أحمد بن خريدة، وتدخلت من الجانب الآخر أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن سالم الينيبي اللي هي الخوارة. والمركز التاسع، هذه تقدمت في المركز التاسع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، ويضمرها حمد بن علي العويسي واسمها طوفة، تتقدم في هذه اللحظات. بينما لحظة في المركز العاشر من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته، وهو شوط تاسع في أشواط مساء هذا اليوم. في أشواط مساء هذا اليوم في الانطلاق والأثارة والحماس القوي على أرضية هذا الميدان. مباشرة نعود بعد أن أكملت إلى حضراتكم عبر شاشة دبي ريسينج في هذا النقل الحي المباشر من أرضية ميدان المرموم. عودي إلى المراكز الأولى، وهذه جبارة، جبارة على الصدارة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان، يضمرها حمد بن حميد اليديلي، يقودها في التضمير وهي تقود مساري هذا الشوط في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. المركز الثاني، جنى تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين على المركز الثاني. أما المركز الثالث فتواجدت في ثالث المراكز اللي هي حدود من هجن العاصفة وتضمير غياث الهلالي على المركز الثالث. أما المركز الرابع، أخذ رابع المراكز، وأشوفنا تتقدم فيه الشاهينية، تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وحمد بن خميس الغويص يقودها في التضمير. بينما نية هناك تتدخل، وكذلك تتدخل غنايم من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي، ودخول على المركز السابع في هذه اللحظات من قبل الخوارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي يقودها في التضمير. والمركز الثامن، ثامن المراكز
تتقدم في طوفة تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم ضمنها حمد بن علي العويسي، وأيضا دخول في هذه اللحظة وتقدم من لحظة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، والمركز العاشر هذه اللي هي الكايدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمنها سيف بن أحمد بن خريدة. هكذا مشاهدي الأعزاء هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط ومعاديل لوحة الاثنين كيلو متر في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الشيقة والجميلة الذي يحملها ميدان المرموم دائما وابدا بتحديات سن الإذاع سن الإبداع والإمتاع في ميدان المرموم. عودة إلى المراكز الأولى وهناك جنى على مقدمة الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان والصادق بن فضل الأمين يقود التضمير يقود تضمير جنى وهي تتربع على المقدمة على المركز الأول وتتصدر الإبكار، تليها في المركز الثاني تتقدم حدود تأتي على المركز الثاني والمركز الثالث نية تتقدم، بينما هناك أيضا غنايم في هذه اللحظات ويحمل لنا شعار يهجن العاصفة في هذه المؤسسة العملاقة وفي هذا الانطلاق الجميل بقيادة غياث الهلالي في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت الأمور، بدأت لوحة الإعلان تقرب من هذا المسار وهذا التحدي. 1200 ما تبقى، يا سلام، وبانت نية على الفوز. يا سلام، الموس نية الكاس نية الذهب إن شاء الله في هذا الموسم في هذا الموسم، وهي تعرف الكاس تعرف الرموز، هذه نية. يا سلام يا سلام، انطلقت إلى المركز الأول نية وتحركت غنايم ونية. يا سلام، بالنية تكسب الغنايم مع غنايم على المركز الأول. يا سلام، هذه غنايم وهذه نية وهذه حدود هجن العاصفة. مشاهدين العزاء، هجن العاصفة تندفع بالمركز الأول على انطلاقة هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. عوده إلى المركز الأول، غنايم إلى المركز الأول، إلى غنايم يهجن العاصفة وانجازاتها وتحدياتها. هذه الانطلاقات وهذه غنايم مشاهدي العزاء، وهذه نية على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة وخط النهاية وغنايم ونية نية 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 نية، يلا يا نية، الأمتار الأخيرة 200 متر الأخيرة، نية ولا غنايم؟ غنايم مسيطرة، نية قادمة، نية يا نية نية نية. مشاهدي العزاء، تندفع إلى المقدمة إلى موقعها إلى مكانها، وهذه غنايم ونية. مشاهدي العزاء، غنايم ما طاعت تهانينا لهجن العاصفة على فوز غنايم ونية بالمركز الأول والثاني. المركز الثالث وصلت في حدود أيضا من هجر العاصفة، الرابعة اللي هي الخوارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد، والمركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. هكذا كانت النتيجة بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل. هذه نية وقنايم على شاشة التلفزيون، هذه قنايم في المركز الأول، 9 دقائق 23 ثانية جزء واحد من الثانية، هذه قنايم وتوقيتها نية، نشوف توقيتها في المركز الثاني أيضا 9 دقائق و23 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، مشكور غياث الهلالي على فوزي نية وقنايم بالمركز الأول والثاني. المركز الثالث، هذه الثالثة، شكرا أبو عدنان، المركز الثالث اللي وصلت في حدود في 9 دقائق 26 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي.